السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. عارف اللي كان تعطل هاد الاواخير، ولكن ان شاء الله غادي تشوفوا نوع جديد من الفيديوهات والمحتوى غادي تطور الى الافضل. وما تنساوش تساندوني بالبارتاج باش نوصل لألف مشترك. كنشكر اي واحد كيسيبورتيني من داخل المغرب وخارج المغرب. عارف كاينين متابعين جاوني من الصفحات ديالي في الفيسبوك وفي الانستغرام، وهذه فرصة باش نشكرهم على الثقة اللي داروا فيا، سواء في الصفحات ديالي او لا في لاشين ديالي في اليوتيوب. في هذا الفيديو غادي نعرف على رياضة ستريت ورك اوت. هذه الرياضة اللي انتشرت ماشي فقط في المغرب وانما في جميع بلدان العالم. والمعروف على هذه الرياضة ما كتحتاج فيها على لوازم رياضية او لا الذهاب الى صالة خاصة. فكما جعل اسم هذه الرياضة ستريت ورك اوت بمعنى العمل الخارجي، يعني تدريب في الشارع، حيث يمكن لك تمرن اي عضلة في الجسم فقط بوزن الجسد ديالك. وكاين اكثر من حركة كتركز فيها على عضلة واحدة اثناء التدريب. وما غاديش ننكر باللي تدريب وزن الجسم صعيب في البداية، والناس تاع لونطريما راه عارفين هذا الشيء، خاصة الى كان الوزن ديالك ثقيل. ولكن مع الاستمرارية والتدريب ممكن لك تخطى هذه الصعوبة. وبالنسبة لهذه الرياضة كتنقسم لقسمين، الأول هو التدريب للحصول على جسم رياضي، وهذا بالاعتماد على تكرارات. والنوع الثاني هو التدريب لإتقان حركات معينة، هل بلونش، فرونت ليفر، باك ليفر، هاند ستاند و 360 وبزاف ديال الحركات. وإتقانك لهذه الحركات كيخول لك تشترك في مسابقات دولية وعالمية وتنافس كبار اللعبة في العالم. وفي هاد الأواخر ولو أطفال وشباب المغرب كيزاولوا هاد الرياضة وكيتزادوا ممارسيها كل يوم لأنها مجان. وفي هاد الرياضة ما كتحتاج فيها فلوس باش أنك تريني. فلوس هما الرغبة في تحقيق ذاتك وتطوير نمط حياتك الى الافضل. واخيرا نتمنى الفيديو يعجبكم وتبارطاجيوه باش الدراري كاملهم يعرفوا هذه الرياضه ويتعرفوا عليها اكثر ويمشيو يتحكوا عليها، حيت هذه الرياضه راه تستاهل تستاهل. ما تنساوش لايك الفيديو، واي سؤال عندكم خليوه لي في التعاليق باش نرد عليكم. وشكرا بزاف.